الكرة توزيع الأرضية من هناك وللحارس. كرة طويلة محاولة والخطورة، محاولة المرور، الخطورة موجودة، محاولة أول أهداف المباراة لريال سبورت بطريقة جميلة، فردية، مجهود كبير، والفرحة الكبيرة يغير نتيجة المباراة، والفرحة الكبيرة من اللاعب إسماعيل جارة. مسجل الهدف الأول أو مسجل الهدف في مباراة الذهاب، يعود ويسجل في مباراة العودة في مرمى زيماموش إسماعيل. قلنا جمال لازم لك القوة البدنية، لازم لك السرعة، شفنا أنه اللاعب شوف القوة البدنية، نعم. قوي جدا، نعم، حماية الكرة، الترويج في المستوى والتسديد، أرضية زاحفة، قوة فيها كبيرة، القوة وفيها الدقة، التسديدة تاع اللاعب ديارة حتى في القائم الأول وين كان الحارس زيماموش، شوف لاحظ قوة كبيرة في الدخول والتوغل، نعم. حماية الكرة بعد ذلك المراوغة أو التمويه والتسديد مباشرة في مرمى الحارس. شريفي ديايا على الجهة اليسرى يلعب كرة إلى منتزع سلام، حاميه يتمكن من الوصول للشباك، نتكلم عن قلب هجوم صريح وحقيقي، وحاميه يعيد الاتحاد إلى المنافسة وإلى القوة الكبيرة براسية في شباك الحارس باشونغا من ديايا مباشرة للإهداء لياسين رحيم، واحد من أساطير الكرة في الاتحاد والكرة الجزائرية. ها هي لاحظوا وشاهدوا ماذا حدث وكيف. نعم، تمريرة عرضية من يايا ورؤية جيدة في القائم الثاني، تموقع جيد للمهاجم، متابعة، المتابعة من المهاجم الصريح اللعب نعم حامية تقريبا كان لي وحده حامية محمد نعم حامية محمد براسية ممتازة يهز شباك باشونكا في الدقيقة 85 يايا ملعوبة هيا بقوة كبيرة راسية تهز الشباك وتعدل النتيجة لمصلحة الاتحاد براسية